وتفضل وقدمني على أنني مستشار لوزارة العدالة الانتقالية. لا يعني قد لا يكون ذلك صحيحا أو دقيقا 100%، وصحة الأمر هي التي ربما توضح بعض جوانب ما مسار مفهوم العدالة الانتقالية في مصر في هذه المرحلة الانتقالية الثالثة بعد مرحلتين تعثر فيهما هذا المفهوم كثيرا. وزارة العدالة الانتقالية، يعني سأبدأ بإيضاح العلاقة، لست مستشارا للوزير ولا مستشارا للوزارة، وإنما عندما قررت السلطة الانتقالية أن يكون هناك وزارة للعدالة الانتقالية، الوزير بحكم خبرة طويلة له في أمور ذات صلة كان يظن، وأنا أشاركه هذا الاعتقاد، أن هذا الموضوع لا يمكن أن يكون موضوعاً للحكومة أو لسلطة حاكمة، وإنما هو بالضرورة موضوع محكوم بالمجتمع، العدالة التي يرتضيها المجتمع وليس العدل المفهومه والمتعارف عليه الموجود في نصوص القوانين والتشريعات. ولهذا السبب رأى المستشار المهدي، وأنا أوافقه على هذا، أن من الملائم أن يكون هناك دائما مجموعة من أصحاب الرأي ومن ممثلي المجتمع المدني الذين يعود إليهم ليسمع منهم ويأمل أن يعرف منهم ماذا أو كيف يفكر المجتمع في تفصيلات هذه القضية. هذا الأمر من ناحية دقيقة لا يعني أن هناك مستشارين بالمعنى المفهوم، هذا غير صحيح، وإنما هناك مستشارين بالمعنى اللغوي، يعني الرجل مشكورا يتفضل بسؤالي كما تفضل بسؤال آخرين، وأعتقد أو أعلم أنه يسمع الجميع، وفيما أعلم أيضا أن يعني إذا قلنا ماذا ستفعل الوزارة في هذا الموضوع، فهناك حرص وهناك دعوة، أعتقد أنها بخطاب رسمي أرسل إلى جميع إلى مؤسسات المجتمع المدني كافة وإلى رئيس اتحاد الجامعات الأهلية، تطلب منهم واحد أي جهد جرى في هذا الملف أن يتفضلوا بإرساله إلى الوزارة، ثانيا أي فعالية ينظمونها تحت هذه اللافتة يدعون الوزارة المشاركة فيه. أعود إلى يعني ما كنت أنوي الحديث فيه، ثم في النهاية يعني أحاول أن أتكهن بماذا في أروقة السلطة من نوايا لهذا الملف. أتكهن، حاضر، لا أقل من 3 ساعات على طبق. الأستاذ عرفاء سألني في الصباح ما هو عنوان حديثك، فقلت له أنك أوحيت لي بالعنوان، يعرف المصريون أن ما يكتب أحيانا على الخطابات من موظف البريد لم يستدل على العنوان، ويكون ذلك عندما يتعذر على الذي من مهمته أن يوصل الرسالة أو الخطاب أن يعرف إلى أين بالضبط يجب أن تصل الرسالة، وأظن أن هذا هو حال الموضوع الذي نتحدث فيه فعلا، لم يستدل على العنوان. العنوان رغم أنه من المفترض، واحد أنه في منتهى الأهمية، اثنين كما قلت 100 مرة منذ 25 يناير أنه لا يمكن على الإطلاق لثورة ما، لا يمكن لها أن تنجح إلا إذا أخذت في اعتبارها المعايير الخمسة للعدالة التي تعرفت عليها التجارب السابقة للعدالة الانتقالية.
لكن للأسف ودعوني أذكر أيضا يعني معنا الأستاذ نضال ويذكر في نوفمبر 2011 كان هناك مؤتمر نظمته الأمم المتحدة، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومعنا الأستاذ مروان كان من المنظمين، كان تحت هذا العنوان نوفمبر 2011. نحن الآن على أبواب نوفمبر 2013، وأظن أن المفهوم في حد ذاته ما زال غير واضحا بما فيه الكفاية، لهذا لم يستدل على العنوان. هناك ثلاثة نقاط أحب أن أركز عليهم في البداية لكي نوضح طبيعة أو يعني طبيعة المرحلة التي نمر بها بما له صلة بما نتحدث فيه. واحد، دعونا نتفق على أن أو دعونا نقر بأن تجارب الانتقال الديمقراطي في العصر الحديث تشهد بحقيقة أن تطبيق هذه المعايير الخمسة كانت على الدوام، ليست فقط ضرورية وربما بل حتمية لإنجاح المراحل الانتقالية ولضمان انتقال حقيقي وسلمي، وأضع سلمي بين قوسين، لمجتمع حديث ومعاصر. أنا من الذين يظنون أن غيابا وأظنه مقصودا لهذه المعايير عن المراحل الانتقالية السابقة كان أحد العوامل الرئيسة المتسببة في كل ما جرى من ارتباك في هذه المراحل، والذي لا نستطيع معه على الإطلاق أن نقول أننا نمر بانتقال سلمي لمرحلة جديدة. أعتقد أن علينا أن نقر ثانياً بأن مفهوم العدالة الانتقالية قد جرى تشويهه في مصر، ربما بحسن نية أحياناً وربما بسوء نية في معظم الأحيان في اعتقادي. كيف جرى هذا؟ جرى هذا لأنه ببساطة كان هناك من أراد أن يقتنس هذا المفهوم ليأخذه إلى ناحية من المناحي مستبعداً أو غافلاً عن بقية مناحي، لأسباب أعتقد أنها لا تغيب عن يعني عن السامعين. لابد أيضاً أن نقر ثالثاً بحقيقة أن المفهوم لم يغيب فقط عن المشهد السياسي في المرحلة الماضية، وإنما وأنا يعني بالمناسبة كلما قلت مرحلة فأنا أتحدث عن المراحل الانتقالية كلها وليس عن مرحلة واحدة. لدينا مأزق حقيقي لابد أن ندركه، أن الوضع الطبيعي أن معايير العدالة الانتقالية يجري تطبيقها في أثناء المرحلة الانتقالية التي تبدأ من الثورة أو التخلص من نظام المستبد أو التخلص من نظام استعماري أي ما كان، أو نظام عنصري أي ما كانت التسمية أو أي ما كان المشهد. وفي فترة الانتقال هذه حتى تستقر الأمور يحدث هذه الآليات. المأزق الحقيقي الذي نواجهه في مصر الآن أننا لنا سنوات ثلاث ولم نسر خطوة واحدة في هذا الملف، ونحن على أبواب دستور، وعندما يصدر الدستور يصبح أمامنا مشكلة حقيقية هي تعارض الأوضاع الشرعية الدستورية مع الإجراءات التي يجب تطبيقها والمرتبطة بالعدالة الانتقالية، وهذه أحد التحديات التي يجب أن نبحث لها عن حل. أنا لا أظن أننا بحاجة إلى أن يعني أعرج على ما هي المعايير العدالة الانتقالية أو ماذا، أعتقد أن هذا يعني للحاضرين واضح، وكان بالتأكيد أحد موضوعات الجلسات الأمس، ولهذا لن أتحدث في هذا، وإنما أنا أريد أن أركز على مشكلات تطبيق هذه المعايير أو التحديات الموجودة أمامنا الآن في مصر. قبل أن أبدأ في ذلك
أريد أن أحرر المصطلح من الغموض الذي شابه. كلمة العدالة الانتقالية أحد المشكلات التي واجهناها في مصر أن التعبير مترجم عن تعبير أجنبي، فالبعض افترض أنه يذهب بالضرورة إلى المحاكم والقضايا والنيابات، في حين أن المسألة ليست هكذا على الإطلاق. هناك فارق كبير بين العدالة وبين العدل الذي في النصوص كما أشرت، وربما يكمن هذا في ما ينبغي أن نبحث عنه كحل. عندما نتحدث عن العدالة، وبمناسبة هذا أيضا مفهوم موجود في الوزارة أو موجود لدى المستشار المهدي، وكل دارسين القانون يعرفون ذلك، العدالة هي ما يرتضيه المجتمع أيا ما كان ما يرتضيه لكي يستتب تستتب الأمور، أو لكي يشعر، يعني العدالة إحساس وليس نصوص هنا أو هناك. إذا شعر الناس إحساسا بالعدالة يكون هذا، يتكون معايير العدالة الانتقالية قد تحققت. عندما تتحدث هذه المعايير عن المحاسبة، أو تتحدث عن إماطة اللثام عن الحقيقة، أو تتحدث عن تعويض وجبر، عن جبر الضرر وتعويض الضحايا، أو كل هذه الآليات، أو حتى تتحدث، وأعتقد أن هذا هو بالنسبة للحالة المصرية على الأقل هو التحدي الأكبر، عندما تتحدث عن إصلاح المؤسسات بافتراض أن هذه المؤسسات بالضرورة كانت هي الأداة الحقيقية أو الأداة الفعالة التي يعتمد عليها المستبد أو يعتمد عليها المستعمر في استبداده أو في عمله على الأرض. عندما تتحدث هذه المعايير عن إصلاح أو عن الحاجة إلى إصلاح هذه المؤسسات، فهي بمنتهى الوضوح تبغي أن يشعر الناس في نهاية المطاف إحساساً بالعدالة. هذا الأمر يختلف تماماً عن ما يعرفه القانونيون مما يجري في المحاكم. في المحاكم القاضي يحكم بظاهر الأوراق بغض النظر عن ما يشعر به الناس في النهاية. ونحن نتحدث عن العدالة الانتقالية، فنحن نتحدث عن الرغبة في أن يسود مفهوم لدى الناس بالرضا، مفهوم الرضا الذي نطمح إليه هو ما نقصده بكلمة العدالة. ليس مقصدي أنا، وإنما هذا هو تعريف الحقيقي للموضوع. Transitional justice، justice هنا لا تعني القوانين الموجودة في قوانين في قانون العقوبات أو في غير ذلك. هذا السبب مثلا أنا أذكر أنه بعد 25 يناير تحديدا في مايو 2011، وفي أحد على شاشة إحدى القنوات، وكان معي الضيف الذي معي أحد قادة أو أحد محامي الإخوان المسلمون الكبار، عندما كنت أدعو وقتها إلى تطبيق هذه المعايير، يعني عجبت إلى أنه كان رافضاً لهذا رفضاً باتاً. قلت وقتها أن القوانين الموجودة، قانون العقوبات الموجود، وأن إذا دفعنا بالقضايا كلها، سواء قضايا قتل المتظاهرين أو غيرها، إذا دفعنا بها إلى محاكم الجنايات على ما هي عليه، فلا بد أن تصدر الأحكام في النهاية بالبراءة. وعندما تصدر الأحكام بالبراءة، الذي سيجري أو الذي سيحدث أن يفقد الناس، يفقد الجمهور العام ثقته في المحاكم وثقته في مؤسسات القضاء. هنا لا نستطيع أن نقول أن إحساس العدالة قد استقر، رغم أن النصوص قد جرى تطبيقها، ورغم أن صحيح القانون هو الذي تم إعماله. هنا يعني مربط الفرس، لا بد أن نفرق بين كيف يشعر الناس بأن العدالة قد تحققت، وفي الوقت ذاته كيف لا يكون ذلك على حساب القوانين الموجودة وعلى حساب التشريعات الموجودة.